حياكم الله يا جماعة الخير. في شيء مهم وأسس نبني عليها ونختار عليها منتجاتنا، لذلك حبينا نوريكم ونعرفكم إنه ونحطكم تحت المجهر كيف نختار منتجات. مثلا عندنا هذا دهن العود الكمبودي الفواح. ليش اخترنا هذا الدهن؟ أول شيء لأنه رائحة مميزة، فوحان جميل، ثبات جدا مميز، وبعد هذا السعر مناسب لكل ذواق، منتج مضمون، تأكدنا أنه ما فيه أي إضافات، تأكدنا من سلامة الدهن، تأكدنا من أشياء جدا مهمة، ولذلك قررنا أنه نختار هذا المنتج لكم بسعر جدا مميز يناسب كل ذواق، لا يفوتكم.